حياك الله يا شاكر أخي. كيف أنت يا أخي؟ يا وسهلا. حيا الله المدير. جي جي جي. كم قد قلت لك أنا مرات؟ كم؟ كم؟ خير يا قلت لك لا تساير شاد الآدمي. ما عاد بينا زايري. شوف أنا تبت من هذيك المرة ما عاد ساير ذي الشيء أبداً. وهذا ما أنت بيزايرني هو. خلاص أنتوا في شركة في مكتب محترم. ها إذا نجي أنا إذا العلم فين إحنا؟ حول ولا قوة إلا بالله. شاكر. نعم. أنا قلت لك لما تجي الشركة جي لحالك. أنا جيت لحالي. وهذا منو؟ جامعي. لا. جامعي. جامعي بس ساكن في الثانوية. خلاص 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 خلاص. المدير داخل راقد. لا يقوم بعد يفصلني من عملي. قال لك المدير راقد. إنه جاي داوم ولا جاي ناوم؟ الحين الحين بنتي النوم حق المدير. انتوا حياتكم كلها كذا رفله، عايشين حياتكم في غاقه. رفلوا ولا رقد مفل المدير. اي خلاص خلاص. جزوانك ما تسوا ما جيتوا تفعلوا؟ نجلس ولا نجاوب ذحين؟ احنا نسيت نجلس. ها ما تسوا. والله احنا جينا لك في موضوع مهم جدا جدا جدا. ها اقطبني. مستعجل امه؟ ايوه مستعجل. انا معي عملها. انا ما اسجل. خلاص لو ما ترجع احنا انتظرك انا. يا شوف لا تزعل يا اخي عبد الكريم. احنا طبعا طبايعنا هكذا في الضحكه. لا لا في الاسلوبيات. ها اسلوبيات تندمج مع بعضها. نعم. فتحول الى اندماج في الكالوري. يا سلام يا استاذ. انا عندي تحاليل تاني خلاص رقم واحد. ما شاء الله حللتها. اي خلاص الحين احنا جينا لك في موضوع. تفضلوا. المهم ابو اسمه هذا قصدي صاحبي معين الله يعين الجميع ان شاء الله. ويعيننا عليك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اللهم عيننا فيك. امين يا رب. بس شو احنا جينا لك في موضوع. تفضل. ها ما بالله صاحبي معين قال حيخطب اليوم وانا حلفت له يخطب اليوم انه الخطبه على حسابي. يا سلام. يعني على حسابك. ايوه. يعني هكذا علي تشرب بيبس. ايوه على حسابي ما فيها. على حسابك من اين ماش معك فلوس؟ على حسابي في الفيسبوك. اي اي يلا 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 مخرج مخرج. ليش ليش؟ يلا يلا عند جابر في البيت. يلا 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 يلا. لا 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 عند جابر. هانا الموضوع مهم جدا. الموضوع مهم لانه المهم الموضوع. هانا هانا عمل. هانا شركه. شركه محترمه. يعني اخوك مش محترم؟ اذا انت مش محترم. اخي شاكر الله يرضى عليك. هانا مكان عمل قوه ما تستوى.